It's life-saving supplies. But for desalinization, وهي تحمل الوقود وغاز الطهو والطعام والدواء، وهذا الوقود لن يستخدم فقط لتشغيل المستشفيات وإنما لتحلية المياه وكذلك للمخابز ولتشغيل مسألة عمليات الصرف الصحي. الآلاف من الفلسطينيين يعانون بسبب هذه الحرب التي أطلقتها حماس. حماس لا تأبه بما يحدث، وعلينا أن نفكر في المستقبل لننهي دوامة العنف الموجودة في الشرق الأوسط. علينا أن ننشد حال الدولتين حيث يمكن للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني العيش جنبا إلى جنب بكرامة وبحرية. دولتان لشعبين، وهذا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى. حماس شنت هذا الهجوم المريع لأنها شعرت بأن هناك خطورة في الوصول إلى حل للدولتين والعيش بسلام، ولذلك قامت بهذا الإرهاب. لا يجب أن نعطي حماس ما تريده، لا يمكننا أن نفعل ذلك. ودعونا اليوم نكون شاكرين لكل الأسر والعائلات الذين هم الآن مع أقاربهم لم شملهم، وأولئك الذين سيلموا شملهم. أشكر مجددا عبد الفتاح السيسي ونتنياهو وأمير قطر على هذه الشراكة، على جعل ما تحقق ممكنا وعلى قيادتهم. ونريد أن نواصل العمل معا في الأيام المقبلة. سأظل منخرطا مع قادة الشرق الأوسط، وذلك من أجل بناء مستقبل أفضل للمستقبل، بناء مستقبل أفضل للمنطقة، مستقبل يكون فيه كل الأطفال آمنون، سواء مسيحيون أو مسلمون أو يهود عرب أو غيرهم، حتى يعيشوا ويترعرعوا في سلام. هذا ما يجب أن نفعل على. وبطبيعة الحال في الساعات المقبلة سنعرف أكثر عن أولئك الذين أطلق سراحهم اليوم. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم. سأخذ بعض الأسئلة. We don't know all the conditions. Mr. President, how long do you expect this war is going to take? Have you encouraged Prime Minister Netanyahu to set a timeline, say, by the end of this year? I've encouraged the Prime Minister to focus on trying to reduce. إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو الحديث الذي أدلى به جو بايدن الرئيس الأمريكي حول عملية إتمام تبادل الأسرى ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي وجه فيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية إتمام سيادته لهذه المهمة والوساطة المصرية التي أفضت إلى إتمام عملية التبادل التي بدأت فعليا اليوم. جو بايدن أعرب أن الهدنة تسير على ما يرام، وأنها بداية لمزيد من مجرد بداية لمزيد من استتباب الأوضاع في قطاع غزة، كما أشار إلى أهمية وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. كذلك جو بايدن قال إن هذه الجهود والوساطة المصرية والتعاون المصري الأمريكي في الأيام القادمة أيضا سيفضي إلى مزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويجنب المنطقة المزيد من الصراعات والتصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأهمية مواصلة العمل مع مصر في هذا الإطار، جو بايدن أعرب عن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي الحد من سقوط ضحايا مدنيين خلال عملية القضاء أو المواجهة التي تتم ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس، وهذا هو ما طلبه بايدن تحديدا من نتنياهو. When we did the G20 about a little while ago, I was able to get a resolution, a statement passed through there saying we're going to build a railroad.